رصاصات مع فؤاد بوشهري. فؤاد بوشهري. قصة خيالية تحكي عن ثعبان قرر إنه يتوب ويكف الأذى عن الناس وترويعهم. ذهب إلى راهب عشان يدله على طريقة يكفر فيها عن أذيته للبشر والحيوانات. فقال الراهب: لا أجد لك من توبة إلا أن تعتزل الناس والحيوانات وتكتفي على الطعام ما يبقيك على قيد الحياة بأكل الحشرات. فعلا الثعبان استجاب لوصية الراهب وابتعد عن البشر في حفرة بعيدة عن الأنظار، ولكن الزحف العمراني اقترب إلى أن وصل ملعب للأطفال من جحر الثعبان. الأطفال في البداية خافوا من الثعبان، بعدين تجرأوا وبدأ الرمي بالحجارة، ولأنهم ما لقوا من الثعبان أي مقاومة فتحول خوف الأطفال إلى إيذاء وتعذيب للثعبان. فرجع الثعبان إلى الراهب يشكو حاله من استصغار واستهزاء البشر له لما كان مخيف الكل هابه، ولما اعتزل الشر بدأت الأيادي تتطاول عليه. فقال الراهب: أنفث في الهواء نفثة كل أسبوع ليعلم هؤلاء الصبية أنك تستطيع رد العدوان إذا أردت. كثير من الناس للأسف الشديد يغريهم الحلم والرفق والطيبة، وكل ما زاد الإنسان في حلمه زاد المعتدي في عدوانه، وظن هذا المعتدي وتخيل أن عدم رد العدوان هو ضعف وقلة حيلة، فبدل لا يثمن المعتدي السلوك الراقي يتحول سلوكه إلى سلوك عدواني. هني يحتاج الإنسان المهذب أن يأخذ دور الثعبان وينفث في الهواء ليعلم ضعيف النفس أن اليد التي لا تبطش قد ألجمها الأدب للضعف، واللسان الساكت استمد عفته من حسن الخلق لا من ضعف المنطق وقلة الحيلة، وأن الإنسان اللي عف عن مجارات الآخرين بأسلوبهم منع الأدب للرهبة أو الخشية. إظهار العصب بين فترة وفترة كفيلة بإعلان الجاهل إن أصحاب الضمائر الحية أقوياء وقادرين على الحفاظ على حقوقهم ومخصصاتهم. لا تتوقع أن المعلم لما يسكت من استهزاء الطلاب يسكت ضعف لشخصيته، ولكن ما يمنعه خلق الراقي. ولا تتوقع أن المراجع اللي يصبر على تقصير الموظف في تأديت خدمته سكت من أجل الحاجة، ولكن مراعاة للذوق العام وما حب أنه يوجهك قدام الناس. ولا تتوقع أن الصبي أو الخادم لما يسكت من الإهانات والتجريح القاسي سكت لأنه أقل منك، ترى يمكن يكون هالصبي في بلده من قبيلة وحسب ونسب ولكن لجأ من أجل الحاجة. ولا تتوقع أن زميلتك في العمل يوم سكتت على تماديك في الكلام والتصرف بأسلوب غير مهذب مرة بعد مرة، لو ما سحبت نفسك ممكن تتصرف معاك بطريقة ما تنساها طول حياتك. نعم، ممكن نعفو عن أخطاء الآخرين مرة أو أكثر من مرة، وممكن نتغاضى عن الإساءة فترة، لكن أن يكون هذا على حساب كرامتنا ومهابتنا فهذا الذي لا يرضى عقل ولا منطق. قصاصات مع فؤاد بوشهري.